بعرفي أنا اليوم عملت عملية زراعة شعر 4000 شعرة، كان جلسة مع الدكتور وقار في مركز في إسلام آباد. صراحة الدكتور جدا رائع وما في أي آلام بعد العملية، وكمان غير هيك حتكون المتابعة لمدة 10 أيام إلى بعد العملية لحتى إنه تطلع كافة الشعر الموجود. وصراحة بنصح الجميع إنه يجرب العمل مع الدكتور وقار في مركز في إسلام آباد في دبي.